السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب سنة تالتة ثانوي. معانا دلوقتي تشابتر 4 من قصة The Great Expectations، الآمال العظيمة. آخر حاجة حصلت في تشابتر 3 إن بيب وصلوا مبلغ من السيدة هافشم لما قابلته هو السيد جو، وقالت له أنا عاوزة إن أنت تعلم بيب يبقى المتدرب بتاعك، أنت بقيت المدير بتاعه، على اساس ان بيب كان كلمها قبل كده في دردشه ان هو عاوز يبقى بلاك سميث لايك جو، متدرب حرفي زي جو. تعالوا نشوف بعد ما قعد فتره يتدرب مع جو، في يوم من الايام بيب في نهايه الفصل اللي فات بيب طلب من جو اجازه بعد الظهر وقال له انا عاوز اروح ازور السيده هافشم. ففي ولد كان جاي بيتدرب، يعني صبي اسمه اورليك، واورليك كان متطاط بيب شويه، اللي هو يعني انت بمناسبه ايه تاخد اجازه، وكان حاطط نقره من نقره، كان دايما بيتعارك مع اخت بيب. فطبعا اتاري الاجازه دي بعد الدور كان عاوز يروح يسلم على السيده هافشم لان هي missed here، كان بيشتاق لها. بيقول when I visited Miss Havisham the next day I was sorry that Stella wasn't there، كنت اسف ان ستيلا مش موجوده. يا سلام، يعني هو what why يقول لك why was he sorry، ليه كان آسف لما راح زار السيدة هافشم؟ لأن استيلا ما كانتش هناك. أمال مين اللي فتح الباب؟ سارة بوكت، السيدة سارة بوكت، one of the relatives، واحدة من أقارب هافشم السيدة هافشم. open the door for to me، فبتقول له what do you want؟ أول ما شافته السيدة هافشم قالت له مس هافشم said angrily I hope you don't want anything from me because you will get nothing. يبقى she thought، كانت بتعتقد he came to take some money. ماشي، تعالوا بقى معايا. فلا I don't want anything، انا مش عاوز منك حاجة. I have come to say thank you، انا جاي اشكرك for my apprenticeship، لفترة التدريب بتاعتي. I explained قلت له well Miss Havisham replied from now on، من دلوقتي وجاي، من دلوقتي من الآن فصاعدا، come to see me once a year، تعالى شوفني مرة كل سنة. امتى؟ on your birthday، يوم عيد ميلادك. I promised that I would، وعدها ان هو فعلا هيجي كل عيد ميلاد، فما صدق طبعا. قالت له you are looking for Stella، انت تبحث عن Stella aren't you؟ Miss Havisham continued she has gone away، لقد غادرت، سافرت بعيدا، for her education، من أجل التعليم، and she will become a lady. تعرفين بقى الجرح، انت دلوقتي بتتدرب عشان تبقى حداد وراضي بعيشتك وقنوع، راح تسلم على السيدة هافشم راحت قالت لك دي راح تتعلم عشان تبقى ليدي، تمام؟ فهي بتدوس على الجرح بتاعه، بتقول له do you feel that you have lost her babe، هو انت مش حاسس انك خسرتها؟ she left، وضحكت ضحكة أشرار كده. I didn't know what to say، أنا كنتش عارفة أقول لها إيه. Then she asked me to leave، قالت له يلا اتفضل وقت مغادرتك. فطبعا هو ما بيزعلش منها وعارف إن دماغها لاسعة. So I set off for home، انطلقت عائدة للمنزل. On my way I met Mr. Wopsle. Mr. Wopsle ده كان one of the guests، واحد من الضيوف from that Christmas، اللي كان حاضر معاهم عشاء الكريسماس، the Christmas dinner a few years ago، اللي هو كان العشاء اللي المفروض كان هيحطوا فيه فطيرة البسطرمة اللي هو سرقها عشان يديها الراجل اللي في المقابر. And we walked together، مشينا مع بعض. It was getting darker now، الدنيا كانت بادية تظلم. In the mist، في الشبورة أو الضباب، a man came slowly، دخل علينا راجل ببطء كده towards us، and we realized أدركنا it was Orlick. Orlick طبعا واد طويل عريض شبه الباب، فطبعا وكمان تحس إن هو في حاجة مش مظبوطة في دماغه. He told us that some more convicts، إن في بعض المتهمين had escaped from the prison ship، إن في بعض المتهمين هربوا من سفينة السجن اللي بتيجي تمون من عند القرية بتاعتهم. And he seemed to act strangely، كان يتصرف بغرابة. As he walked with us along the road back، وهو ماشي معانا كان بيبص كده في وش باب عاوز يشوف ردود أفعاله إيه والكلام ده كله. فطبعا On my return to the house، عندما عدت إلى المنزل I was surprised، كنت مندهش
to find a crowd of people, crowd يعني جماعة أو زحام من الناس in the kitchen. دخل كده لقى الدنيا مقلوبة في المطبخ. while Joe had been out that evening. جو طبعا جوز أخته كان في مهمة في هذا في الخارج يعني مكانش في البيت. ايه اللي حصل بقى؟ someone had broken into our house. شخص اقتحم البيت and had hit Mrs. Jo on the head. شخص ما اقتحم البيت وضرب السيدة جو على دماغها اللي هي اخته الكبيرة. طب ايه الاصابة؟ ايه الاصابات بتاعتها؟ injuring her badly. اصابها بشدة. nothing الغريب. what was strange. يعني الاقتحام بيكون له غرض. الاقتحام بيبقى سرقة مثلا انتقام. فبيقول nothing had been taken. كانتش حاجة اتاخدت من البيت. but ايه بقى؟ a convict's leg irons. قلنا ليه كلبشات الرجلين. كلبشات رجلين واحد من المتهمين lay on the floor كانت ملقى او تركض على الارض. طب معلش انا دلوقتي واحد جيت عملت جريمة هسيب دليل ورايا؟ طبعا شيء غريب. فبيقول I immediately remembered the convict المتهم who I had helped 2 years before. رجعت له الذاكرة بقى المتهم اللي هو ايه ساعده من سنتين. يكونش رجع. طب يكونش جاي ينتقم مني فاكر ان انا اللي بلغت عنه. المهم in the graveyard اللي شوف صحة المدافن. however ولكن I felt sure that شعرت ان the person who committed the crime الشخص اللي ارتكب الجريمة wasn't him. الراجل ما كانش عدواني. I suspected Orlick. شكيت في Orlick. why ليه؟ قالك أصلي because he had been so angry with my sister. الاتنين كانوا نائر ونير مع بعض دايما بيتخانقوا في بينهم مشاكل دايما ما كانش بيسمع الكلام فهمه بطيء وهي زي ما انتوا عارفين وست عصبية وسنها طويل فالولد ما كانش بيحبها. فطبعا بيقول however I had no proof. مشكلة انه ما كانش معايا دليل. مسز جو ايه بقى الاصابات الانجريز بتاعتها؟ قالك مسز جو was unable to speak or walk again. ما عادش خلاص لا بتعرف تتكلم ولا تمشي after the attack بعد اليوم. but she could draw. تعرف تمسك القلم تكتب وترسم تتواصل معه بالكتاب. and one day احد الادلة she drew a hammer. رسمت ايه؟ مطرقة شاكوش. بيدي البنت اللي هي كانت بنت الست الكبيرة اللي عندها مدرسة ليلية هي كانت أكبر من بيب شوية وكانت بتساعده في القراية والكتابة. ولما طبعا السيدة جو حالتها بقت سيئة البنت طبعا بتيجي تساعدهم في تحضير الأكل وساعدة السيدة جو تغير لها هدومها حاجات زي كده مينفعش يعملها غير الستات. فطبعا ايه بيقول بيدي and I knew at once that the hammer meant the blacksmith's hammer. ده معروف ان الشاكوش بتاع الحداد which meant Orlick. وده معناته ده يا ما هو عنده كده تو بروفز دليلين. اول حاجه هي واز سو انجري وذ ماي سيستر. تاني حاجه وان السيستر بيكام بيتر لما حالتها اتحسنت شي درو ا هامر رسمت شاكوش اللي هو سلاح الجريمه. وان مسز جو واز ايبل تو سيت ان ذا كيتشن لو لما كانت بتقدر تقعد في المطبخ. الرقم ثلاثة بقى وي كود سي ذات شي واز سكيرد اوف هيم كانت بتخاف منه. يعني واحد انك تغضب انه بيغضب. رقم اتنين رسمت هامر شي درو هامر اسفة هنا اهي رقم اتنين. يبقى واحد كانت غضبانة منه. اتنين رسمت شاكوش. تلاتة كانت لما بتشوفه بتبقى مرعوبة يعني بيبان عليها علامات الرعب. مسز جو كودنت هيرت مينا. شفتوا بقى في جزء عند بيب انا ما بحبوش اللي هو تحس ان هو ايه اناني. هي سيلفش 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 يعني اناني فكر في نفسه بس. انت دلوقتي اختك اصيبت you don't have sympathy ما عندكش عن لها اي مشاعر تعاطف. انت دلوقتي بتفكر ان حياتك اتحسنت. فبيقول مسز جو كودنت هيرت مي ناو بيكوز جو نيديد هيلب ان ذا هاوس. وعشان جو بيساعد بيحتاج مساعده في البيت. بيدي كام تو كوك اند كلين فور اس. بدات بيدي تيجي تنظف وتطبخ لنا ات لاست. شو بقى هنا ماي لايف واز امبروفينج. حياتي بتتحسن حياتك اتحسنت بعد إصابة إيه؟ أختك. some years passed مرت سنين and I continued my apprenticeship كملت فترة التدريب at the blacksmith في محل الحدادة. my visits to Miss Havisham's house continued once a year. بدأ يروح لها مرة كل سنة في عيد ميلاده. it seemed يبدو as though كما لو time إن الوقت
لايك اور ذا كلوكس، زي ساعتها هاد ستوب ذير. يعني هو بيقول بره القصر الدنيا بتتغير، الشوارع بتتغير، البيوت بتتغير، حتى الناس بتتغير. تدخل قصر السيده عفشه بتعتقد ان الوقت توقف، ما فيش حاجه بتتغير، nothing changes، زي الساعه بتاعتها. I didn't see Stella again. طبعا الشوق بقى غلبني، الشوق على رأي أم كلثوم، ما عادش شاف ستيلا تاني during that time. Although I often thought of her، على الرغم اني كنت بفكر فيها. And when it was time to leave، ولما كان بيجي وقت المغادرة، Miss Havisham always gave me a coin، كانت بتديني عملة. And اللي هي as a gift، يعني ممكن تقول بقى as a gift، gift يعني هدية، birthday gift، هدية عيد ميلاد، تمام؟ and told me to come back on my next birthday. تعالوا بقى نشوف الحته الجديده اللي جايه دي، تدل على ان الاخ بيب ده ما بيفهمش. طبعا بيب يا اولاد she loves بيب، بتحب بيب، وانت دلوقتي قاعده معاك البنت دي بتخدم اختك وكده، هتيجي بقى انت يا جبله تكلمها على واحده تانية وتعمل لي فيها ان انت صديقها؟ فتعال نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. فبيقول بقى ايه، Very soon became an important member، أصبحت عضو مهم at in our household، في البيت، في العيلة، في أفراد العيلة. طبعا هي بتحب بيب، ومستر جو بدأ يعجب بيها لأن مراته طبعا ما عادش فاضل فيها حاجة تنفع. فبيقول she looked after everything well، البنت كانت بتعتني بكل حاجة كويس. And also cared for my sister، كانت بتعتني بأختي. Mrs. جو could no longer walk or speak، خلاص يعني ما عادش بتتكلم ولا بتمشي. And now I feel sorry for her، بدأ يحس بالأسف. As the weeks become months، بدأت الأسابيع تبقى شهور. The months become years، والشهور بدأت تبقى سنين. I also saw how kind and good بيدي was، بيقول شفت قد إيه بيدي طيبة وجيدة وطيبة، يعني عندها طباع كويسة عكس استيلا المتكبرة. بس القلب ما بينقيش، أنا قلبي جزم، معلش انا بحب اللي يدوس عليا ويبقى دينه يسعى وكرامتي الارض، انما بيدي انسانه محترمه متاحه. فالانسان المتاح دايما ما بيبقاش محبوب. تعال نشوف هيعمل ايه بقى. بيقول one day I said to her، قال لها بيدي I want to become a fine gentleman، عايز ابقى راجل مجتمع. ايوه اللي هو طموحه بقى، انا مش عاوز افضل بلاك سميث ودلوقتي في سن المراهقه. وهي كمان قالت له but don't you think you are happier as you are بيب، ألا تعتقد أنك سعيد بما لديك؟ يعني نقدر نقول هنا إن هي يعني بتقوله be satisfied، خليك إيه راضي with your life، خليك راضي بحياتك، تمام كده؟ ألا nobody I explain I will never be happy، عمري ما هبقى سعيد unless إذا لم I can lead a different life to the one I live now. يعني نقدر بقى نقول he is ashamed، عنده خزي، ashamed of his life، عنده خزي من حياته الحالية. She looked down، بصت في الأرض طبعا، and was quiet، لأنها فهمت كده ان هو عنده he is ambitious، وهي يعني مش هتقدر الستات اياميها ان ما كنتش تنولد في عيله غنيه واسرتك تكون معروفه ومعاها فلوس تعلمك، انت مش هتتعلم. فهي عارفه ان اخرها هتتعلم القرايه والكتابه، لكن مش هتروح جامعه، مش هتزيد عن كده. فبتقول له هو بقى بيقول لها I don't want to be just a blacksmith، انا مش عاوزه ابقى حداد بس، I كنت ever since، شو بقى العك بقى، سيبدا العك من هنا. Ever since I met Stella at Miss Havisham's، أول ما قابلت ستيلا في قصر السيدة هافيشام، I have wanted to improve myself، حاولت أحسن من نفسي. She is so beautiful and clever، يا غبي يا غبي، في واحد يتكلم مع واحدة عن واحدة ويعلي كمان ويقول لها دي جميلة وذكية. And I admire her very much، ومعجب بيها كتير. طبعا after a moment بدي asked quietly، سألت سؤال هادئ وتدل على انها برضو عاقلة. قالت له do you want to become a gentleman to upset her، عشان تزعجها، or to marry her، هي هتفرق بالنسبة لك؟ اه معلش هتفرق، ما لو انتقام انا ما عنديش مانع، الانتقام عمره قصير، انما لو عايز تتجوزها يبقى انت كده خلاص انت رحت من ايديا. فطبعا if you want to upset her، لا
لو انت عاوز تزعجها then you shouldn't care what she thinks، ما تفكرش هي رأيها فيك ايه، لان طبعا ريفنج الانتقام رونز يدمر life الحياة. And if you wanted to marry her she probably isn't worth the effort، لا تستحق الجهد. ليه؟ she's not your position، هي مش في مكانتك. حتى لو انت بقيت رجل مجتمع انت من اصل فقير طبعا. الا that may be true، ممكن يكون كلامك صح. But I still admire Stella so much، بس مش بإيدي، أنا بحبها. I knew that I was making a mistake، أنا عارف إن كنت غلطان. But I couldn't change my feelings، أنا مش عارف أغير مشاعري. Biddy told me then she was glad، إنها كانت سعيدة. I could talk to her، ما أنا ما عرفتش أبقى يعني يبقى حبيبي وأخطبه وأتجوزه، خلاص يبقى صديقي. أنا راضي. And said she would never tell anyone else. فبيقول لها ايه بقى؟ قال لها I will always tell you everything Biddy I said، هقول لك على كل اسراري. قالت until you are a fine gentleman، حتى تصبح رجل مجتمع. معناها ان انت you will، يعني الجملة دي كده معناها ان انت you will change، هتتغير. And forget about us، انت كده يعني لغايه ما تبقى رجل ايه مجتمع ما هتنسانا وتمشي. فبيقول she replied in a strange sad voice، صوت حزين. I wished that I could love Biddy، بصراحه كنت اتمنى ان انا اقدر احب Biddy. But she was a far better person than Stella، افضل كثيرا من استيلا. But شوف هنا my heart was set on Stella، قلبي ضبط على استيلا. انتوا عارفين ست للضبط والاعدادات اللي عمل قلبي عمل الاعدادات على استيلا، ما فيش بيدي، ما فيش بيدي خالص. It seemed impossible that my wish to become a gentleman would come true، كان يبدو ان رغبتي ان انا ابقى رجل مجتمع طبعا هتبقى مستحيل تتحقق. But احيانا الانسان يعني بيجيله فرصه واحده في حياته يا تلحقها يا ما تلحقهاش. فبيقول one evening، احد الايام مساء، while Joe and I were at the village inn، كنا طبعا بنشرب منكر في الحانة، listening to my whistle، وقاعدين بس سيد وبسل جارنا ده بقى العم حناكة بتاع المنطقة، بيروح بقى يجيب الجورنال ويقعد يقرا عشان معظم الناس اللي هناك ناس بسطاء ما بيعرفش يقروا ويكتبوا. فبيقول مستر وبسل reading aloud from a newspaper، عامل بقى فيها قناة العربية وعمال يقرا الاخبار. I noticed that a stranger، هو بقى وهو قاعد لاحظ ان في احد الغرباء واحد مش من المنطقة was looking at us، كان بيبص لنا. Then I remembered him، تذكرته. He was the gentleman I had met on the stairs at Miss Havisham's house، فاكرين يا ولاد كان فيه هو كان جاي من مرة من المرات مع استيلا طالع السلالم، وقف واحد بشنطة بشرته غامقة عن المعتاد في المنطقة، قال له انت مين؟ انت ابن الجيران ولا انت مين؟ ما تعملش مشاكل في البيت. ونزل هو افتكره دكتور، تعالوا بقى نشوف هيحصل ايه. years طبعا years before هو عارف الراجل، لان الراجل ما اتغيرش، الراجل مش هيعرفه لان بيب كان طفل، فدلوقتي هو بقى شاب فتغير. فبيقول is your apprentice بيب here، قرب من جو قال له هو المتدرب اللي اسمه بيب جنبك هنا. the dark man asked، الراجل ذو البشره الغامقه سالني. looking at جو، كان بيكلم جو. I need to speak to you privately، عايز اكلمك بشكل ايه سري او بشكل خاص. to you both، ما عرف بقى ان هو بيب قال له انا عاوز اكلمكم على انفراد انتوا الاثنين. طبعا he sounded like an important man، يبدو انه شخصية مهمة. so we invited him، عزمناه to come back to the workshop with us، خدوه معاهم الورشة. come back to the workshop with us. once there، اول ما وصلنا هناك he said he was Mr. Jaggers. ايه بقى مستر جاجرز؟ a lawyer from London، محامي من لندن. طب ايه خير؟ فبيقول بقى ايه، شوف الحتة دي وهيحصل حاجة اسمها misunderstanding، سوء تفاهم ابن لذينة. هنعرف ايه سوء التفاهم ده، تعالوا نشوف. بيقول I am working for someone but I cannot tell you their name، انا بشتغل لحساب حد مش هقدر اقول لك اسمه.
فطبعا هو انا عارفه السيده هافشام يا اخويا، انا شفتك نازل من عندها في القصر. He explained I have to tell you that Bib has great expectations، لديه توقعات وامال عظيمه. He will، شو بقى التوقعات دي؟ He will receive a large amount of property، property ممتلكات، ثروه في صوره ممتلكات. In the future so now he شرط بقى ده condition، condition شرط. He must have an education، لازم يحصل على تعليم. The only condition كمان is that he doesn't ask who his benefactor is، ما يسألش مين فعل الخير. يا سلام ده انت واعي خالص. طب ما انا يا اخويا شفتك عند السيدة هافشم نازل من على السلم، وبعدها بأسبوع السيدة هافشم بعتت لجو وادت له فلوس وقالت له ان بيب ما عادش يجي وهيتعلم الحدادة وهيتدرب وانت المدير بتاعه. جيت النهاردة جاي بتقولي ان انا هورث فلوس كتير في المستقبل بشرط اتعلم وما اسألش مين فعل الخير. فعل خير السيدة هافشم طبعا. فبيقول اي immediately اجريد، وافق بقى. قال لك ايه، السيدة هافشم بتحبني وعاوزة تجهزني عشان ابقى مناسب لاستيلا وعش في مية البطيخ. فبيقول I immediately agreed. جو was so surprised، كان جو مندهش من اللي بيحصل. That he didn't object at all، لم يعترض على الإطلاق. When Mr. Jaggers asked him if he بص بقى لم يعترض إمتى. When Mr. Jaggers asked him if he could end my apprenticeship immediately، مش بقى راجل حقود بقى وهو متضايق وإيه ده، هو أنتوا الأول تخلوه متدرب وبعدين هتاخدوه بعد كده مني يروح يكمل تعليم ويسيبوه؟ لا يا عم احنا ملناش في الكلام، لا. او مثلا هات لي فلوس او عوضني عن غيره، لا. الراجل لم يعترض. مستر جاجرز asked him if he could end my apprenticeship immediately، ما اعترضش. وده دليل على انه he loved بيب، بيحب بيب. تمام، تعالوا بقى نشوف بيقول ايه. بيقول له I have a large sum of money for you، انا عندي ليك مبلغ كبير، سام يعني مبلغ من المال من اجلك. مستر جاجرز continued turning to me، وراح متضير لي. And your education will begin soon in London، وانت يا ابني انت تعليمك هيبدا على طول في لندن. With Mr. Matthew Pocket. Matthew Pocket قال لا ده بوكيت ده تقريبا قرايب السيده هافشم كمان. ايه بس ايه ده بس ايه ده بس، يعني انا كده في فعل خير سري، واللي انا فهمت ان السيده هافشم عشان انت المحامي بتاعها، بس يعني نفسها خبيثه. ثانيا يوم ما واحد هيعلمني، مين هيعلمني؟ قريب السيدة هافشم، سيد ماثيو باكيت. He will be your teacher، هيبقى المدرس بتاعك. And he will make a gentleman of you، وهيخليك رجل مجتمع، هيعلمك بقى ازاي تاكل، ازاي تلبس، ازاي تتصرف. But first take these 20 pounds، خد ال 20 جنيه دول to buy some new clothes. طبعا 20 جنيه استرليني في فترة تشارلز ديكنز كانت بمبلغ 2000 جنيه وأكتر، دلوقتي أو يعني أكتر من كده. وين جو was asked if he needed any money، اتضير لجو بقى الراجل بيحاول يعوضه، طلب أنت محتاج إيه فلوس. for losing me، لفقدانك بيب at the blacksmith في محل الحدادة. he replied، قال له بيب is welcome to go and find his fortune، بيب مرحب بيه إنه يذهب ويجد إيه حظه او ثروته. تمام كده، هنا معناه حظ. طبعا ده دليل برضو ان هو he is a kind hearted man، رجل طيب القلب. he is not selfish، مش اناني. فبيقول money makes no difference to my feelings for him، الفلوس مش هتغير مشاعري تجاهه. he will always be my best friend، we will always be best friends، هنفضل افضل الاصدقاء. جو was so good and kind and really cared about me، كان بيهتم بشأني. when he and Biddy realized، أدركوا that I was to leave، فاكرين لما كنا واخدين إنه was to معناها had to، I had to leave them in just a week، خلال أسبوع خلاص. يعني بيدي كده عرفت إن الموضوع بقى أصبح أمر واقع. هو دلوقتي كان عاوز يبقى فاين جنتلمان، كان الأمر بالنسبة له صعب، الفرصة جات له من حيث لا يدري، فإذا خلاص هي يعني ما فيش نقاش. they both كلاهما congratulated me، هنقولي but they didn't say much more than that، ما كلمونيش في أكتر من كده. I knew that they were sad، أنا كنت عارف إنهم زعلانين. that I was leaving، إني هغادر. my sister didn't understand what was happening،
كنتش فاهمه ايه اللي بيحصل. although بيتي tried to explain everything to her، على الرغم ان بيتي كانت بتحاول تشرح كل حاجه لي. I decided، قررت that when I had bought my new clothes، اول مصيبه اول حركه بايخه ان انا لما اشتري هدوم جديده I would put them on، وانتوا واخدين البوت on يعني هرتدي، هرتديها at uncle bumble cock's house، في بيت سيد بامبل كوك اللي هو a relative او the uncle of جو، عم جو اللي هو كان السبب في ان هو راح يشتغل عند السيده هافج. فبيقول ايه بقى، شفت الحلاوه بتاعته، I don't want all the people in this village to see me in my fine clothes، اصل انا مش عاوز الناس في الشارع بتاعنا يشوفوا واحد زي متربي وسطهم لابس ملابس غريبه. طبعا هو ممكن يكون قصده ان he didn't want people to ask questions، مش عاوز الناس تسأل يعني منين الفلوس اللي اداك يدينا يا عم، طب انت رايح فين، طب مش عاوز الناس تسأل. I explained to Joe and Betty they were both silent، طبعا صمتوا. Uncle Bumble Cook however was delighted، كان سعيد قال لك ده الواد بيفكر. I will never forget you Joe، بذمتكم ده كلام يتقال يعني ايه مش هنساك، ما المفروض ده امر واقع. I said as I left the blacksmith a week later، مشى طبعا بعد اسبوع. however in truth، في الحقيقه I had begun، شو بقى دايما متغير، بدات اشعر feel more and more ashamed of Joe's poor education، طبعا تخيل يا اولاد راح يركب راح يوصله بقى للعربيه الحنطوره عشان فشايل له الشنطه، وبدي رايحه معاه والراجل عمال ينفض في هدومه وعمال يحايل فيه، وركبوا العربيه يقول لك ركب العربيه الحمد لله ربنا فكني، الراجل ده كان هيفضحني بتعليمه البسيط وحركته وحياته البسيطه. when I said goodbye to بيدي I asked if she could teach Joe to speak better، اخي عليك اخي، يا ترى يا بيدي تقدري وانا مش موجود تعلمي جو ازاي يتكلم افضل عشان تبقوا مناسبين للجنتلمان بتاع المستقبل. but to my surprise، مما ادهشني، she refused، رفضت. هنشوف بعد كده في الفصل اللي بعده ايه اللي حصل، اتمنى يكون الفصل سهل وتكونوا فهمتوا اللي فيه. اشوفكم في تشابتر 5.